بسم الله الرحمن الرحيم نادية مقديل ملقبة بتيغانا لاعبة دولية سابقة بالنسبة للبداية ديالي مع كرة القدم يعني هي كالأطفال بحال الأطفال يعني بديت واحد سن صغيرة تلعب في الشارع مع الإخوة ديالي وأبناء الحي وفي سن تقريبا ست سنين كنت كنمشي مع أحد الأخت ديالي الله يرحمها كانت تمارس كرة اليد فكنت كنمشي معها من جمعة جمعة لأنهم كانت عندهم ديك الألعاب المدرسية وكنت دائما عندي ذاك الميول ديال انني نمشي للكره نمشي ليها برجلي في الوقت اللي كانت تحاول أنها تقول لي لا لعبي الهوند ولكن انا كان الميول ديالي دائما كره القدم فدائما كنت كنلعب ديك الكره وتصادف تقريبا في سن ديال 11 عام كنت كنلعب في الشارع مع ابناء الحي وعندي واحد جيت الإخوة ديالي كنت كنلعب معاهم اتصلت بي واحد الاخت عائشه بوبكدي اللي هي بالمناسبه اخت فاطمه بوبكدي اللي هي المخرجه المعروفه وقالت لي راه كاين واحد الفريق في دار الشباب الحي الحسني لان انا بنت منطقه الحي الحسني فاستغربت كنت كنظن انني الفتاه الوحيده اللي كتمارس هذه اللعبه ومن بعد فعلا التحقت ولقيت مجموعه ديال الفتيات هناك وكانت اول مباراه رسميه اللي غنلعبوها ضد فريق نجم عين الشق فهذيك المقابله كان عمري 12 سنه فتألقت بزاف وطلب مني المدرب ديال الفريق ديال العين باش انني نلتحق بهم انا كنت صغيره ما كنتش عارفه يعني قلت له تحاول تصل بالوالدين ديالي وتستشرهم وديك الساعه الى وافقوا راه نمشي معاكم وفعلا الوالدين ديالي قالوا لي انك تكلف بها لان في الحال حسن وعين شوق كاين واحد المسافه فهو فعلا تكلف بيا وبقيت كنمشي معاهم التداريب ومن ما بدا المسار ديالي كلاعبه وطنيه بالعكس ما كانش شي اعتراض من الوالدين بحكم أنه قلت لك الاخت ديالي كانت لاعبه ديال كره اليد والاب ديالي حتى كان كيمارس في البطوله التونسيه ويعني احنا كنا اسره كرويه والاخوان ديالي حتى هما كانوا متفاهمين معايا فكان عادي انني نلعب معهم في الشارع ولكن انا كان عندي واحد الالتزام انني كنت في نفس الوقت كنلعب في الشارع ولكن في نفس الوقت كنت التزم بالحدود ديالي اللي هي يعني كفتاه يعني في البيت خصني نساعد الوالده ديالي وهذا هو يعني كانت اسره متفاهمه طبيعة الحال كان بجانب ممارسة كرة القدم كانت هناك يعني الدراسة وعندي مستوى بكالوريا وللأسف يعني كما تعرف في امتحانات كي يكونوا بعد الأشياء اللي وقعت يعني أنا سقطت بموين دي في البكالوريا فهذا السنة كنت كنحضر مزيان ومن اللي سقطت يعني ما بقاش عندي فقدت واحد الرغبه في انني يعني نعيد السنه ونجتاز مباراه ديال السادات ديال التربيه البدنيه فانسحبت ويعني صافي خ... من هذاك الوقت حاليا يعني كان الاهتمام ديالي كله في كره القدم النسويه هو في الاول قبل ما يدار المنتخب الوطني كانت مجموعه ديال الجمعيات اللي كانت كتمارس يعني كانوا الناس كيعطوا من مالهم الخاص باش ان هذه الرياضه يعني في واحد اليوم من الايام تبان الوجود والحمد لله يعني كانت عندنا واحد الرغبه اننا يعني من ذاك نقول لك من 82 تقريبا حتى 96 اواخر 96 عاد تكون المنتخب الوطني يعني كانت واحد المسار طويل يعني معاناه يعني ما كانش فلوس ما كانوش ملاعب بحال الان آه ومع ذلك كانت واحد الرغبه واحد الاستمراريه حتى 96 فاش السيد انا والمتوكل كان عندنا واحد اللقاء بالسفير ديال السويد أو يعني هضروا على كرة قدم النسوية داكشي تقول لها راه بالمناسبة راه عندنا فرق في المغرب الأخرى قالت لها يعني راه كاين فريق عندنا تما في السويد إلا كان ممكن نجري واحد المباراة وبالفعل تمت المناداة على كل الفرق اللي كانت تتشكل في, في الوطن ودرنا واحد التجمع ديال يومين في معهد مولي رشيد ومن ثم تم اختيار لاعبات اللي هما شكلوا النواة الأولى ديال المنتخب الوطني هو كما تتعرفي يعني صعيب انك يعني تلعب في المنتخب خاصك تكون واحد المستوى عالي وحنا المشكلة اللي كان عندنا يعني ما كناش مأطرين حنا الموهبه اللي أعطانا الله وحنا كان عندنا ذاك الحماس اننا كنزيدوها بالتدريب يعني التدريب اللي كانت هي داخل الجمعيه يعني ما كانش كافيه جوج المرات في الاسبوع فاحنا كنا كنضطروا نديروا مثلا في البحار ولا هذيك كنديروا كنزيدوا داك ال... هذا هو اللي عطانا ديك القوه باش اننا في المنتخب كان المستوى ديالنا عالي فصعيب على المدرب في المنتخب الوطني انه تعطى واحد مثلا اسبوعين ولا ثلاث اسابيع باش انه يلعب مباراه ويوجد فريق يعني كنعرفوا ان كره القدم خص واحد اساس يكون صحيح الا ما كانش اساس ديال اللعبة صحيح ما يمكنش مدرب في درب اسبوع ولا اسبوعين وجد واحد اللعابات اللي غيمشيو يلعبوا مثلا بطوله افريقيا او يلعبوا الالعاب الاولمبيه او مباريات حتى يعني وديه مع فرق اللي عندها مستوى عالي فهذه من الصعوبات اللي كانت كنواجهوها في المنتخب بالنسبه للمنتخب الوطني باش نكون صريحه يعني ما كانش واحد الاجور اللي عاليه نقدر نقول لك الاجر اللي تقاديته اعلى اجر فهو 1000 7500 درهم هذا كان بمناسبه كاس افريقيا في سنه 1998 هذا هو اعلى اجر يعني حنا كنا ضحينا في المنتخب الاول يعني الا كنت كنقول لك كناخذوا المصروف اليومي اللي هو 30 درهم وكنا في معد مولاي رشيد اللي كانت فيه الظروف في صعبه يعني كانت الشتاء وكان كيدخل علينا الماء لي شومبر وكنا كنديروا كراطات وتوني واحد كنلبسوه في الصباح والشخص في العشيه تعاود تريني به يعني كانت واحد الصعوبات يعني حاليا نقدر نقول لك انا بنات استافدوا استافدوا يعني ماديا لانه ولات البنت كتقاد مثلا في المنتخب كان في الاول ألف درهم على ما سمعت انا ما 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 عنديش معلومه أكيد ولكن تنسمع انه كان ألف درهم من بعد ملي ما كانش النتائج او يعني ما كيلعبوش على شي مستويات فولات 500 درهم على الاقل 500 درهم كاين البنات دابا اللي مثلا في الجيش توظفوا يعني عندهم رواتب ديال المباريات وهذه فكنظن هما اللي استافدوا اكثر اما بالنسبه لي انا نقدر نقول لك ما استفدتش حاجه وحده اللي هو انني يعني كان عندي واحد الاسم خليت واحد المكانه ديالي في المغرب ولا خارج المغرب لعبت جوج كاس افريقيا يعني كنفتخر انه المنتخب الاول من 2000 يعني هو اخر منتخب اللي تاهل كاس افريقيا مع ان حاليا يعني ولات بطوله وطنيه ولات الظروف مهيئه للمنتخب الوطني وللاسف ما ما كاينش النتائج بالنسبه للماديات ما ما كاينينش يعني كما قلت لك الاجر أغ... اعلى اجر فهو 7500 درهم أجر يعني هما المصروف اليومي اللي كان في المنتخب يعني 30 درهم حسبيه في أسبوع غتجيك واحد 1100 ولا دي يعني ما يعني ما كانش عندنا واحد الاجور اللي هي شهريه كما كيتقاداو اللاعبات حنا كنا ملي كندخلوا المنتخب عندنا داك المصروف اليومي تناخدو. كان كنكملوا الاسبوع ديالنا الا كنا مسافرين كناخذوك ارجون دو بوش على حساب 200 دولار على حساب المده اللي كنجلسوا فيها وابار هذاك المبلغ اللي قلت لك هذا كان بمناسبه التاهل ديالنا لكاس افريقيا يعني هذا الشيء اللي كان اللقب ديال تيغانا يعني في فاش كنا لعبنا المقابله الثانيه اللي غنلعب في ملعب كوزيمار هذاك التراب ديالو كان شويه بحال بيض وانا كنت سمر اكثر من هكا وكنت درت واحد المراوغه بين واحد اللاعبات وسقطوني وطحت ملي طحت دار داك التراب على اللون ديالي ولا شويه بحال كما نقولوا كافي كريم بحال تقسم هي تقول لي واحد البنت كانت لاعبه كان الله يذكرها بخير هلال الملكه هي لاعبه يعني قديره هي تقول لي تي نودي وانا تي ما تنعرفش انا عايز من تافي بقات تي تيغانا ولكن تل مؤخرا مع الانترنت داكشي فاش قلبت وفعلا تنقى انه كاين واحد الشباه خصوصا انا كان من اصول افريقيه واخا عنده جنسيه فرنسيه يعني لعب مع ميشيل بلاتيني وارديليز يعني تا هو كان لاعب كبير <applause> فعلا انا متفقه معك يعني هذه كانت فكره شحال هذه كانت الناس يقول لك لا الكره حكر على الرجل والبنت خصها تمشي للدار وتشقى ودير ولكن مع مرور الوقت يعني ملي واحد المستوى ديال اللاعبات بان والناس ولاو كيجيو بالعكس انا تنعرف ناس ولاو كيسولوا على المباريات ديالنا باش يجوا يحضروا ليها فكنظن انه هذا ما تيمنعش انه يقولوا البنت بالعكس انا كنظن ان الرياضه كبقى الرياضات كتعطي البنت واحد الهيئه لان بحكم انها واحد الرياضه اللي يعني فيها القوة في هذه فهي كتعطيها واحد الهيئة اللي كتكون أنا كتبان البنت واقفة يعني ماشي ماشي نقولوا راجل فهذا هو الفكرة اللي كانت ما كنظن أنا دي فكرة خاطئة كنبغي نستغل هذه الفرصة باش نشكر واحد الرجل عظيم اللي هو سيد صلاح ود العربية اللي كنعرفوا هذه مدة اشتغل في هذا المجال ديال كرة القدم النسوية كان فريق الوداد وانا حاليا كنشتغل مع هذه الثالث سنه فكنظن انه لو كان المسؤولين كاملين اللي في كره القدم بحال هذا السيد كان غيكون واحد التطور كبير لانه هو تيشتغل على هذا الشيء يعني تيحاول انه يوصل واحد الفكره بانه كره القدم ما خصناش نبقاو مثلا حكر على هاد البنات اللي كيلعبوا حاليا فخصنا نفكروا في المستقبل يعني خصنا يكون عندنا الفئات الصغرى يعني من ست سنين لأن عندي انا مشكل مثلا حاليا كنلقى مشكل انا مع بنات مثلا فاتسين السن باقي ما يعرفوش مثلا يديروا لاباس ما كيعرفوش يديروا كونترول يعني ذوك المسائل التقنيه فصعيب الا ما كانش عندك لاعب اللي كان عن مسائل تقنيه انك دير لك تاكتيك او فهاد السيد كيشتغل وكيوفر للفريق يعني الظروف باش ندربوا والبنات كياخذوا كي المستحقات ديالهم وراء المباراه مباشره فكنبغي نشكر من هذا المنبر وكنتمنى ان شاء الله بان بحال هاد السيد يعني كثروا في هذا المجال باش نشوفوا واحد التطور في هذا الميدان ان شاء الله واولا كان هذه الفرصه بوجودكم كنشكركم قناه شوف تي في على هذا بمناسبه اليوم العالمي للمراه فانا كنهنئ جميع سيدات العالم والمغربيات والعربيات بالخصوص وكنتمنى لكل المرأة في أي مجال أنها تحقق ذاتها وكنظن أنه يعني في الوقت الحالي تقريبا يعني النساء أخذوا الحقوق ديالهم كنظن ما حتى شي مجال حكر على الرجل بالعكس المرأة بينت الكفاءة ديالها في جميع المجالات وكنتمنى لهم التوفيق والمسار موفق إن شاء الله